سوسايتي اللي يعني ابداع الجوده بالقلم دي حاجه مهمه جدا ان نحطها. احنا بنحطها بقى انا ربع كام عادي يعني من غير ما نعرف جايد لاينز انك تحط لي كذا ويحاسبك ويجي يبص بيني وبينك يعني الناس اللي بتوع اللي بيجوا من الهيئه بتوع الجوده دي انا نفسي يعني رايي انا الناس يعني عشان هم اصلا بيوس كده اي جوده بس ماشي ما عليه ما عليه. ايه دي؟ learning outcomes بتاعت ايه؟ مش بتاعت المنهج كله، دي بتاعت محاضرتنا النهارده. ففعلا دي حاجه يعني اوكي لوجيك انه نبقى عارفينها. قبل ما نبتدي اي موضوع او شرح بنبقى عارفين واحنا مروحين يبقى غطينا ال learning outcomes دي. اوكي؟ اللي هي ايه؟ نتكلم عن الملاريا النهارده وبرده تاني هو يقول لك مهم قوي نبقى شايفين الدكتور وهو بيعمل راب اب اند كويس. سيميليت فور اسامبل حاجه مهمه كواليتي اوف فويس اند تون انه يبقى واصل للكواليتي مهمه في الوقت. ايه بقى المايك؟ مهم قوي برضه انه مهم قوي ان لما يدخلوا القاعه يلاقوا جود لايتنج جود ايريشن جود لوجيستكس موجوده في البدري. كنا زمان يجي في خشبه طويله كده ما زالت موجوده ولا خلاص؟ نفتح فيها هو بتاع ايه؟ البتاع ده فيها هو شغال تمام. او لمينا المايك الباوربوينت ضربت. اوكي. سمعتي كانت فين؟ كنا بنقول ان مهم بعمل يعني كل مره لما بندخل احنا المفروض في المنهج بتاعنا كله بنبني على اللي فات عشان ما حدش يقع مني في النص. واتس كولد ستودنت انجيجمنت. مش واقعين مني بقى الناس ممكن تنام ما عارفين الكلام ده كله بس عارفه ان كلنا بنبقى مع بعض في المحاضره. ماما اللي فاتت خدنا ايه؟ خدنا ايه؟ ماما اللي فاتت قال الموضوع يلو فيفر. يعني احنا بنتكلم عن ايه طول المنهج؟ انفكشس ديزيز. احنا كريكولم كله بنتكلم عن انفكشس ديزيز ولما نيجي نراجع كده حتى على اليلو فيفر بنتكلم دايما ان انفكشس ديزيز as a public health and preventive medicine approach بدايما معنيين بمين؟ like these objectives. mode of transmission بتاع اي مرض. risk factors ليه لما كلنا نتعرض لنفس الايجنت ناس سريعة وناس لا. يبقى what are the risk factors؟ analyze epidemiology و epidemiology again this is the study of distribution of malaria من حيث geographic distribution and person distribution time distribution. واتفقنا in epidemiology برد على كل الأسئلة اللي بتبتدي بفونيتك H who where when why what how study of the disease. مين هم high risk groups؟ What is the plan for health education and various preventive measures؟ ده في الملاريا النهارده يا ولاد. قبل ما ندخل كنا عارفه ان في منكم كانوا بيدرسوا في السودان ورجعوا لنا بالسلامه فقالوا لي ان هم هناك في ملاريا طبعا وفي منهم حتى تعرض للملاريا والكلام ده. اوكي؟ حد منكم يعرف حد جاله ملاريا؟ كل دول راجعين من السودان صح؟ وجالهم ملاريا مش كده؟ ما جالهمش هي ما جالهاش انت جالك يبقى احنا فعلا بنتكلم when all are exposed to the same agent مش الكل بيعيا علشان عندنا
risk factors plus the Asian factors itself. ايه الملاريا دي بقى؟ It's an infectious disease. حد يقول لي من غير ما نقرا عادي يعني لما اقول لك وايه الملاريا دي؟ حد كده يقول لك انا بسمع حاجه اسمها ملاريا، هي ايه الملاريا دي؟ ملاريا It is infectious disease. نكمل جمله. ايه؟ Transmitted parasitic infectious disease. Transmitted by female anopheline mosquito bite. Plus other ways of transmission. Yellow fever بامتياز كانت bite of the of mosquito. هنا عندنا plus other ways of infection. Okay؟ ادي ملاريا ولاد اهو. Yes. Okay. Serious disease بتخف عادي بالذات in endemic places and countries. ولكن sometimes بتكون fatal one. اهو female anopheline mosquitoes and it is a preventable disease and curable one. نبص على شوية figures around the world. بصوا 219 مليون cases in one of the years يعني دي كانت في 2017 تمام. وفين around the world في بلاد كتيرة في 7 دولة. المرة اللي فاتت يمكن سألت هو العالم فيه كام دولة؟ أنا نفسي مش حافظاها فلازم هرجع أراجعها وأحفظها. أوكي. العالم فيه كام دولة؟ وتشوفوا الرقم يعني في major part of the world عندنا ملاريا cases. وفي بعض البلاد سوري قد ايه ماتوا؟ 435 ألف برضو number مش قليل. We spread of the disease all over the world موجود. المرة اللي فاتت واحد بس خدناها انا بحثة الباور اصل انا فاكرة اوكي تاني نتكلم اي مرض بيكون انفكشس عن طريق فيكتورز لازم تعرفوا ان الكنترول بتاعه صعب ومش سهل لان بتزود في الاكتورز فور ذا ديزيز اوكيرنس. لكن لما يبقى كونتاكت ديزيز خلاص يعني انت شايف هنا سطح ملوث بنقط دم مش هتلمس سهل اسهل يعني. لكن تخيلوا فيكتورز ناموس بقى يبقى العمليه بتاع بريفنتيف ميجرز بتوسع مننا وبالتالي نلاقي سبريد اكبر شويه. نبص كده على الافريكان ليجن معروف دايما في ان افريكا في the most part of malaria burden all over the world. في افريقيا في امراض معديه كتيره قوي بالذات اللي هي عن طريق فيكتورز ناموس وحشرات. 92% of malaria cases موجودين في افريقيا، 93% of malaria deaths موجودين في افريقيا. يس مين هم الناس at higher risk؟ مين؟ باللوجيك والكلام ده انتوا خدتوه في 302 دايما اول ما تسمع نتكلم على vulnerable groups يجي في دماغك مين؟ women and children. ده all over the world. vulnerable group women and children. فانت دايما يعني هتلاقوا نفسكم البنات هيبقوا مبسوطين لان دايما احنا محققين ايه؟ احنا ضربنا بالجروب، احنا اللي ادونا الكيل اكتر، احنا اللي مش عارفه ايه، احنا اللي وقفنا في الطابور الاول، احنا اللي بيقول لي سوري مش عارفه ايه عايز اخلص الاول. فافتكروا دي ضربنا بالجروب women and children. ففعلا مين at higher risk؟ women pregnant women
children under 5 years وده ليه؟ outdoor activities ولعب وبتاع وجري وهنا اي outdoor activities تعرض الناس للفيكتور بورن انفكشن. اي حد مش بس اتش اي في ايدز، احد عنده immune compromised state عنده اي مرض مناعي بيضيع المناعه عنده فتلاقي معرض لاي مرض. migrants طبعا not immune migrants، الناس اللي عايشه في البلاد الافريقيه والمرض ده اندمج عندهم بيتعدوا ويخفوا، لكن انت رايح غريب كده جديد تدخل الناموسه بتحب الغرب، تلاقي الناس عايشه عادي وانت اول ما توصل البلد تتقبس في الناموسه بتحب الغرب وانت جهاز المناعي مش مستعد not immune persons تعي على طول. موبايل بوبوليشن اللي هم مهاجرين ومتنقلين والمسافرين. اوكي؟ يس. اوكي فاين. يعني ده كلام عن الموسكيتو نفسه ما يهم يعني نقراه فور انترست، ولكن مود اوف ترانسميشن بالنسبه لنا تاني ذا مين بار هتكون bite off infected female anopheles mosquito. ايه كمان اول مره نسمع في الترم ده عن vertical transmission. ست pregnant جالها ملاريا، she can transmit the condition to her fetus فيتولد عنده congenital ملاريا، يبقى vertical transmission. ايه كمان اي نقل blood او transplanted organs ممكن ينقل الباراسايت اهو. yes before and during delivery برضه. تعرفين وقت الولاده بيحصل كده اخر بالبلد يعني اخر عصره كده للبلاسنتا عشان نودي بلاد للبيبي، وده فور ذا سيك اوف ذا بيبي لانه هذا البلاد بيكون مليان بالانتي بوديز ريدي ميد انتي بوديز اللي اتكلمنا عنها في مين؟ في التتنس. وقلنا الست الحامل بديها هي التتنس توكسويد as a vaccination to protect her baby for the first days of his life لأنه البلاسنتا بتعديله immunoglobulin G antibodies تحمي شوية لغاية ما يوصل سن كام يبتدي أي أول جرعة تطعيم سن الشهرين يبتدي ياخد التطعيم DPT diphtheria pertussis and tetanus. تمام؟ geography poor tropical and subtropical areas of the world شكلها موجود في امريكا الجنوبيه كمان. presentation of malaria مشهوره يعني بتبتدي عادي كاي فلو لايك فيفر شيز راش سويتس هيدكس نوزيا فوميتنج بودي ايك جنرال ماليريا. اوكي انت في افريقيا بتشك في ملاريا بيحصل ريميشن وبتتعاد تاني كل كام يوم الاعراض دي، تشك في ملاريا طبعا والعلاج بيكون انتي ملاريا دراجز لايك ها دراج اوف تشويس هيكون مين؟ كلوروكوين او كلوروكين نعم كلوروكين. هاو تو بريفنت طبعا فيكتور كنترول هنا مهمه جدا، يبقى في ناس شغالين على الفيكتور كنترول رش الاماكن ورش المستنقعات المائيه واي ميه راكده والفيجيتيشنز اماكن بريدنج اوف موسكيتوز الاماكن المطبه، عشان كده دايما بنقول جود ايريشن جود اليمينيشن. اليمينيشن يعني نوم ربنا اوف بليسز. نيجي بقى نتكلم على فيكتور بورن ديزيز، يبقى دايما عندي جنرال ميجرز اوف بريفكشن وسبيسيفيك. لو في في امراض ما عندكش سبيسيفيك فهي الجنرال اللي بتحميك فعلا اللي هي ايه؟ كل اللي انا بقوله ده بلس ها ويندو سكرينز. ويندو سكرينز دي مهمه قوي اندور سكرين. الناس اللي في المناطق اللي فيها في يعني فيجيتيشنز وبلانتس وجاردنز والكلام ده مش هتكلم بلاش افريقيا انا افريقيا عارفين الكلام ده كتير. بابا بقى في اوروبا وامريكا انا كنت في كندا الناموس بتاع كندا ولاد كبير قوي قوي انت تفتكروا مش ناموسه تفتكروا يعني جد صعب جدا صحيح ما فيش ملاريا كمرض لكن ممكن يقول لك 100,000 حاجه كفايه الالرجي يعني قصه الناموسه هناك صعبه قوي.
بس بقى بيوت جميلة وعلى ربوة بيوت حلوة قوي، هتلاقي دايما الدوز نفسها في لازم الايه السكرين دور ده باب سلك الاول، كل المنافذ عليها سلك، والباب السلك حتى معروف تعرفين دايما بتفتح لبره يعني، انت السلك بتاع الجاردن بتاع البيت يعني تفتحه لبره عشان ياخد معاه الحشره والبره وانت داخل. والسلك بس مش مجالنا هنا دلوقتي، لما جيتوا خدته في البارك سيتولوجي يمكن قالوا لكم على حجم فتحه السلك، لما تيجوا تدرسوا حجم الفيكتور والناموس والحشرات يقول لك يبقى الارجل تعمل ويندو سكرينز باحجام كذا اللي هي ما تعديهمش يعني. اوكي؟ فاحنا هنحط هنعمل فيكتور كنترول. الفيكتور السلك على فكره ده بيمشي بروتكتيف ايكويبمنت فور ذا هيومن بين هيمسلف، ده مش وفيكتور كنترول شويه، بس مين فيكتور كنترول اللي هو دي دي تي بقى والحاجات اللي هي انسكتيسايدز واللارفيسايدز، يعني يبقى في مواد موجهه لكل ستيج من بيولوجيكال سايكل او لايف سايكل اوف ذا موسكيتو اتسال، مش مجالنا هنا، احنا هنا معنيين بالهيومن، بريفنتيف ميجرز فور ذا هيومن اند انفايرمنت طبعا، فبنكتفي نقول هنعمل فيكتور كنترول. اوكي، ايه كمان؟ ايه كمان غير الفيكتور كنترول؟ باي بريفنشن، دي مهمه قوي. باي بريفنشن اللي انا قلته بقى، ما باي بريفنشن ايه؟ هلبس لونج سليف. عارفه اني خارجه حتى ايفن هنا، لما نيجي نروح النادي يا اولاد اللي هو في الصيف وبتاع، يقول لك ايه انا هلبس بنطلون؟ وحتى لو في الصيف ممكن البس تيشيرت بس تكون عشان الناموس. اوكي؟ وفي ناس تدهن كريمات بتبقى طارده للناموس، وتلاقي هما في اي مكان حاطين لك الحاجات اللي هي يلم عليه الناموس كده ويموت او صاعق حاجات كده. فباي بريفنشن الابلاغ دي مهمه برضه، اويرنس اوف ريسك. بين قوسين دي كانها هيلث اديوكيشن، فانا بعمل هيلث اديوكيشن فور بيبل ان ايريز نون تو بي endemic in malaria أو فيها possibility for malaria infection. education على إيه؟ على كل اللي قلناه ده. دايما بقى في دماغنا. وأنت جاي تعمل health education لأي مرض سواء كان infectious أو لو أخذنا الترم اللي فات شوية chronic disease، دايما بتبقى على إيه؟ على risk factors وعلى how to prevent. بالذات اللي في إيد الناس دي health education. فيبقى risk factors how to prevent وازود في امراض معديه مضر ترانسميشن، ده اللي هيخلينا نعرف هي الملاريا. لو احنا الناس ما سالوناش وانتوا رديتوا النهارده دي انفكشن ديزيز يا جماعه عن طريق ناموسه، يبقى وانت رايح الناس عرفت اماكن فيها ناموس تاخد احتياطاتك، لانه بينقل امراض كتير منها غيره فيه كمان، وانت مسافر كذا وكذا وكذا تاخد احتياطاتك. يبقى هاتس اديوكيشن بيكون دايما تو ريز اويرنس اوف ريسك فور ملاريا اوكرنس عن طريق مود اوف ترانسميشن اند ميثودز اوف بريفنشن. طبعا whether I need ملاريا بريفنشن تاني. الناس اللي عايشه في الاندميك ريجنز مش هتاخد ملاريا بريفنشن تابلت، هي قاعده لما بتتعدي ويجي لها السيمبتومز اند سايز بتتعالج. لكن احنا بقى هنا جايين لنا رحله ولا رايحين نعمل سيرفي ولا حاجه في بلد من اللي قلنا عليها من افريكان ريجن او ساوث تروبيك ريجن، لا اخد ملاريا بريفنشن تابلتس. هتقولي لي ليه ما كتبش ان ده فاكسين؟ It is not a vaccine. هي فعلا تابلتس. الله، ايه يعني؟ هي العلاج. هي ايه؟ العلاج. امال هتفرق في ايه؟ هتفرق في الدوز. يبقى treatment dose for other 25 ميلي جرام بر كيلو جرام بادي ويت، وبنبقى عارفين بندي الشخص الجرعه كام. امال فور prevention انا رايحه هقعد اسبوعين في حته وراجعه، يقول لي قبل ما تسافري باسبوعين تاخدي preventive tablets. ايه هي؟ هي كلوروكين. امال جرعه كام؟ 5 ميلي جرام بر كيلو جرام بادي ويت. هي دي نفس جرعه مين؟ هي دي نفس الجرعه العلاجيه بتاعت الاطفال. بنربط ببعض اهو. يبقى البريفنشن
جرام القدس عادي بكيلو جرام بادي واي. طب انا في الاطفال بدي ايه؟ بحسب اللي هو الجوع ايه لو عنده مرض 5 ملي جرام بر كيلو جرام بادي. هو الدواء اسمه ايه؟ اسمه كلوروكين، ذا دراج اوف تشويس. في اذر دراجز وعلينا ونذكروها موجوده في البي دي اف. بس دي عندي 5 سيجار وعندي فور ريزيستنت ملاريا. بدي 5 سيجار. اوكي؟ تمام؟ فده مني كده يا ولاد بالملاريا ان رابد وقادر اهو بشوف بعمل ريسك اويرنس باي بريفنشن نيد فور كيمو بروفيلاكسيس وطبعا دايجنوز اند تريتمنت فور ذوز هو جيت ذا انفكشن اند ذوز هو ار بيشنتس. اوكي فدي الايه اللمه بتاع الموضوع. انا هنا دي يس ادورس لايتين مهمين ولازم انتوا كجود دكتورز تبقوا فاهمين ايه الفرق بين elimination of an infectious disease و eradication of an infectious disease في اي مكان جوه إيراديكيشن بلاني خالص. خالص؟ مش يعني العالم كله. لا اتس نوت العالم. إيراديكيشن بص يا ولاد. إليمينيشن فيرسس إيراديكيشن. إيه الفرق؟ أو بالمعنى نتكلم مع بعض. إليمينيشن أوكي وإيراديكيشن. بينا إيه؟ بينا ربع. حلو كده. Elimination versus eradication. احنا بالله وكاملي ممكن الناس تستخدم دي ما كانت عارفه لكن انا خلاص الحمد لله عندنا في مصر eradication of poliomyelitis. ما عندناش حالات شبه الاطفال خلاص فمصر تعتبر eradicated في موضوع البوليومايلايتس. او بنفس المعنى الناس اللي تقول لك احنا الحمد لله عملنا elimination بس انصارتك بيس الاليميشن لها معنى في الكلام والتفاصيل لما تتكتب وايه الاليميشن فيها معنى. هي فكره حلوه غلط. الراشيونال كويسه انت كلنا بنفكر في كده اللي انتوا قلتوه. elimination هقضي على المرض في حته. eradication جذري بقى هو ده اللي جبته من الجذور هقضي عليه في العالم كله. كلام له معنى لطيف بس هو على ارض الواقع غلط. ليه؟ لانه انا مش مهم عالم كله ولا حته. هي elimination او eradication بعني بيها مرض موجود في مكان جيوغرافيك اريا معين بتكلم عنه. خلينا نتكلم عن ايجيبت في مصر. في مصر وناخد المثال بوليو مايلايتس. اخدت بوليو مايلايتس مع دكتور حنين لسه؟ بجد؟ طيب بوليو مايلايتس هو شلل الاطفال. We have in Egypt zero cases of polio myelitis. الحمد لله. الحمد لله ومن زمان zero cases of polio myelitis. ولذلك تم اعلان مصر خاليه من مرض الاطفال. يبقى elimination elimination of polio. ليه مش بيقولوا eradication؟ عشان eradication من الجذور بقى. يعني ايه من الجذور؟ هي دي النقطة اللي هنتكلم عنها. ها؟ البوليو نفسه اللي هو ايه البوليو نفسه؟ البوليو فايروس. يس بصوا كلمة elimination يا ولاد زيرو كيس الحمد لله وده بفضل preventive measures والتطعيم
التطعيمات والكامبينز وناشونال ايميونايزيشن دايز والكلام ده كله، لان الحقيقه awareness of women كمادرز in Egypt اي حاجه تمس البيبيز بتبقى فيها ممتازه ويعني ايه سيريس ولا تهاون مع اي حاجه تخص البيبيز. عشان كده معظم البروجرامز اللي هي الدايركت توورد هيلث اوف انفنت بتنجح جدا. مفيش هزار لما حاجه تخص العيال او الكلام ده. والبوليو بالذات لانه بيعمل ديزابيلتي وبيعمل اعاقه. فنجح جدا. فبالتالي بقى لنا سنين كتيره ما عندناش بوليو كيس. بس كل ما يجوا يحللوا بتوع البيئه بقى بياخدوا عينات من المجاري في بعض المناطق يلاقوا ايه؟ فيروس اوف بوليوميلايتس كايجنت موجود. ما اقدرش اعلن ان احنا عندنا ايراديكيشن اوف بوليو. طيب كمان لما اقول elimination of disease الحمد لله ما عنديش cases، بس انا مستمره في preventive measures against this disease. يبقى انا عندي ستيل بطعم بيبيز بوليو وبطعم وبعمل ناشن، يعني preventive measures are continuing ما وقفتهاش لان عندي potential انه يرجع. تمام؟ امال ال eradication؟ لا eradication يعني زيرو كيسز اكتر من ثلاث سنين وما عنديش خلاص اي بوتنشال انه يرجع يحدث هذا المرض. And I can't stop continuing preventive measures. فاعلن بقى بعدها انه ها eradication. فتمام؟ الكلام موجود ولطيف وسهل. اهو زيرو كيس. انتوا اللي خلاك تقولوا وورد وايد عشان احنا بنتكلم عن ملاريا، لما تقول ملاريا اليمينيشن اراوند ذا وورد. ها؟ ملاريا اليمينيشن اراوند ذا وورد. اهو بص انترفنشنز ار نو لونجر ريكوايرد. دي الجمله اللي بعدها يا ولاد. لما ابقى ايراديكيتد سوري دي ايراديكيشن. استنى ليك ملاريا اليمينيشن ما عنديش ترانسميشن خلاص في حته بفضل اكتيفيتيز كتيره عملتها وكيمو بروفيلاكسز والفيكتور كنترول والحاجات دي كلها. تمام؟ بس بكمل اكتيفيتيز ما اقدرش اوقفها. بكمل كل حاجه هيلث اديكيشن وفيكتور كنترول وكل. امال الايراديكيشن بيرمننت ريدكشن تو زيرو هنا وورد وايد ماشي. بس ممكن لو انت حابب تتكلم على اريا في العالم زي عندنا في مصر مثلا احنا ايه elimination of polio ما فيش eradication. يبقى eradication zero incidents ما فيش حاجات جديده. واكمل تحت ها interventions are no longer required الحمد لله. طبعا في امراض كانت eradicated زمان او بقى re-emergence of rare disease like smallpox اللي هو الجدر. الكوليرا عمرها ما كانت يس، بس هي الكوليرا عمرها ما كانت ايراديكيتد. بس طبعا كان نسيت الكيس والكلام. سمول بوكس اللي هو جدري مش الجديري. خدتوا الجديري ولا لسه مع دكتور تشيكن بوكس؟ قاعدين بقى مع بعضينا. اوكي يا ولاد؟ ودي ايه؟ ايراديكيشن. واهو countries that have achieved at least 3 consecutive years of zero cases of malaria تقدر تاخد شهاده من WHO انها بقت عندها malaria elimination. وتحديدا للمواضيع عشان ما نشتش من بعض ممكن تزودوا كلمه وورلد وايد على eradication على اي مرض لو حابين نقول. فخلونا في الاليمينيشن limited geographic area وبكمل measures of prevention. فالإيراديكيشن worldwide zero incidents and I can stop measures of our activities to yes. تمام؟ I think احنا خلصنا. دي بعد بقى يعني انا كده المفروض للميد ترم بتاعكو احنا خدنا ايه لغايه 4؟ صح؟ خدنا 4 خدنا تيتانوس اند ريبيز ويالو فيفر اند ملاريا. احنا المفروض ان المنهج بتاعنا زي ما اتفقنا من الاول يكون في كمان بين وورم ديزيز ايدز سيفلس اند جونوريا. صح يا علي ولا في حاجه ناقصه؟ ايوه تمام. فاحنا معانا وقتنا
هم لو عايزين نزود عليكم المنهج يعني مفيش اكتر من الامراض المعديه في العالم. لكن تاني احنا في كل ده بنلبس. فاحنا النهارده ونستوب هنا وهاخد فيدباك منكم دلوقتي. Do you find the lecture interactive and informative? Yes. طيب اوكي. وانتوا كنتوا انجيجد طول الوقت ومتهيألي انه ما حدش فرط مني ونام. فين اللي بينزل السوق يجيب السوبر تشيك؟ يلا يا ولاد ثانك يو جود لاك ونشوفكم بقى. انا بالنسبه لي بعد الميد تيرم يعني هنشوف ممكن تبقى نطفق وانا في يوم الزياره اكون انا اللي هديها. هنشوف اوكي؟ هنرتبها بحيث نشوفه وممكن يومها نعملها لايك كمان جروب ووكينج جوه المحاضره ونتفق قبلها يبقى عندنا وقت يعني. اوكي؟ ثانك يو. نعم. ايه ده؟